بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح برقية تعزية للرئيس السوري بشار الأسد في وفاة السيدة والدته جاء فيها فخامة الاخ العزيز الرئيس المجاهد الصامد بشار الاسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة الاكرم، انتهزوا هذه الفرصة لابعث الى فخامتكم اطيب التحايا واصدق الامنيات لشخصكم الكريم بموفور الصحة والسعادة، ولسوريا الصامدة في ظل قيادتكم الحكيمة النصر المؤزر وتجاوز الظروف العصيبة التي تمر بها في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ سوريا المعاصر وتاريخ الامة العربية الابية. فخامة الأخ رئيس لقد آلمنا وأحزننا كثيرا نبأ وفاة المجاهدة والدتكم الفاضلة السيدة أنيسة أحمد مخلوف التي اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض فيها شعبنا العربي السوري لأبشع عدوان وأشرس حرب تشنها عليه دول الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبواسطة أدواتها في المنطقة الملطخة أيديها القدرة بالدماء تركيا والسعوديه والتنظيمات الارهابيه المتمثله بتنظيم القاعده وداعش وجبهه النصره وما يسمى بالجيش السوري الحر وذلك بهدف زعزعه امن واستقرار سوريا الشقيقه وتدمير كل مقدرات الشعب السوري وقتل المواطنين السوريين الابرياء واشاعه الفوضى وصولا الى مرحله انهيار الدوله السوريه واسقاط النظام الوطني الديمقراطي بقيادتكم المستمده شرعيتها وقوتها من اراده الشعب السوري العظيم وجماهيره المناضله التي ابت ان تستسلم او ان تخنع او تركع. وقدمت ومعها الجيش العربي السوري والقوات المسلحه البطله اروع صور الصمود الاصدوري والتصدي وقوافل الشهداء والابرار والاف الجرحى في سبيل انتصار اراده الشعب السوري برغم ضخامه الاموال التي تدفع من قبل دول العدوان للارهابيين والمرتزقه الى جانب تدفق الاسلحه الحديثه والمتطوره للتنظيمات الارهابيه والمرتزقه والعملاء بهدف قتل الشعب السوري الشقيق. أخي فخامة الرئيس بشار، ليس غريباً أن تستهدف سوريا الصمود والتصدي لمثل هذه الحرب الشرسة وما تتعرض له من عدوان وتدخل سافر ووقح. فذلك يأتي ضمن مخطط أمريكي إسرائيلي غربي، ولكن الغريب فعلاً أن تنبري دولاً عربية وإسلامية في المنطقة بتنفيذ هذا المخطط غير مدركة بأنها ستكتوي بنفس النار عاجلاً. أم آجلة. كما ان العدوان على سوريا جاء ضمن مخطط ما سمي بالربيع العربي الذي استهدف الانظمه الجمهوريه الديمقراطيه في الوطن العربي وتحت شعار الفوضى الخلاقه وتدمير الجيوش العربيه والقدرات القتاليه لها بما يضمن امن اسرائيل وليس غيرها ومن الغريب فعلا أن تتحالف دول آه أو دول عربية وإسلامية مع العدو الصهيوني للتآمر والاعتداء على دول عربية دون سبب سوى أن لها موقفا ثابتا ومبدئيا من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المغتصبة كما أنه من سخرية القدر أن يتباهى النظام السعودي أنه استطاع أن يشكل تحالفا عربيا واسعا ضد وطنكم الثاني اليمن قطرا شقيقا وجارا له تربطه مع الشعب السعودي اواصر القربه والجوار والمصير والعقيده وكان من المفترض ان يوجه هذا التحالف ويوجه ضد عدو الامه العربيه ومغتصب اراضيها وقاتلي ابناء الشعب الفلسطيني فخامه الاخ الرئيس اننا ونحن نشاطركم احزانكم في فقدان والدتكم المجاهده الصابره ونشعر بحجم المكم الذي لا شك انه جزء من الامكم الكبيره واحزانكم العميقه على ما تتعرض له بلادكم وعلى شهداء الشعب السوري الشقيق الذين يقتلون باراده عربيه واسلاميه وبسلاح امريكي غربي ظلما وعدوانا فاننا نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساه ومن خلال فخامتكم لكل افراد اسرتكم الكريمه ولشعبنا العربي السوري الشقيق باسمي شخصيا وباسم اخوانكم في قياده المؤتمر الشعبي العام واعضائه وانصاره الذين يمثلون القاعده العريضه والواسعه من ابناء الشعب اليمني الصامد الذي يقف الى جانب اشقائه شعبا وحكومه وقياده في الجمهوريه. الجمهورية العربية السورية. سائلين المولى جلت قدرته ان يتغمد والدتكم بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه، وان يسكنها فسيح جنانه، وان يعصم قلوبكم جميعا بالصبر والسلوان. وفي الختام اعبر مجددا عن فخرنا واعتزازنا بصمود شعبنا العربي السوري، ونحيي بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وقواته المسلحة، وكل شرفاء سوريا الذين يدافعون عن الحق والشرف والكرامة. وتفضلوا بقبول اسمع اعتباري اخوكم علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريه السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام